خليني الأول هقول قاعدة كده، يعني بحب دايما في الحلقات التلفزيونية أقول قاعدة عشان الكل يطبقها على كل التفصيلات اللي في حياته. ربنا بيقول آية في القرآن: لو أدركنا ووعينا معناها ممكن تغير حياتنا كلها، وعمرنا ما عدنا هنزعل تاني ولا نتخنق تاني ولا نتقفل تاني. ما شاء الله، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إيه رأيك في الآية دي؟ كلنا حافظينها صح؟ طيب ليه ربنا قال في آخر الآية لعلكم تذكرون؟ عشان تفضلوا فاكرين كل لحظة كل وقت كل حين أن من كل شيء خلقنا زوجين، صح كده؟ طيب يعني إيه من كل شيء خلقنا زوجين بقى؟ المفروض نفضل فاكرينها وتفضل في أذهاننا على طول. هو ربنا ما قالش كل كائن حي، ده قال من كل شيء. يعني الكوباية دي شيء لها زوجين، اللابتوب ده شيء له زوجين، أنا شيء يبقى ليا زوجين، المصيبة شيء يبقى لها زوجين، البلد شيء يبقى لها زوجين. كل شيء في الدنيا له وشين، وش ايجابي وش سلبي. شوف بقى انت بتنال ايه، تعرف ما بتبص على ايه. دي قاعدة رائعة. طيب فاللي انت بتبص عليه بيجي لك منه، وبالتالي اول ما تغير نظرتك برضو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم. شوف ايه الجانب الايجابي في اللي انت فيه والموضوع اللي حاصل، تستفيد منه ازاي عشان تحقق هدفك، لان لازم يكون الاول عندك هدف اصلا.